بسم الله. لو انا عندي شويه عناصر وعايز اعمل لها مهازاه مع اللي بعض، هعمل سيلكت عليهم كلهم، ادوس كنترول شيفت ايه واظهر لي القيمه دي بتاعت اللاين. ممكن اقول له انا عايز كلهم مثلا يبقوا محاذين بالشكل دوت في الاتجاه الرأسي، او اقول له خليهم كلهم خط النص او خط اليمين او خط الشمال زي ما انا عايز. تمام، ادوس تراجع. ممكن اقول له انا عايز المحاذاه للعناصر ديت تبقى في الاتجاه الافقي بالشكل دوت. تمام، او ممكن اختار اللي هي الديستريبيوشن، يعني انا عايز المسافات اللي بينهم تبقى متساويه مثلا، يبدا هو اوتوماتيك يظبطهم. تمام، فدي بعض العناصر، بعض الادوات اللي بتساعدني في ان انا انظم العناصر الموجوده عندي في شكل مثلا افقي او رأسي او المسافه بينهم زي ما احنا شايفين.